ولا ده تجرؤ؟ هو تجرؤ لكن اذلك. استاذ عادل امام، انا قابلتك من 10 سنين. مين منافسك؟ أيوة. وانا فاكر انك قلت لي بالحرف الواحد منافس الزمن. صح. سر حماسي لهذه السيرة الذاتية المرئية إن لحم كتافي من تلفزيون بلدي، التلفزيون العربي، أحد مكونات الوعي في وجدان أمة. وربما كانت تجربتي ضوءاً لمن يعشق هذه المهنة مثلما عشقتها. مفيد فوزي. حاورنا مفيد فوزي، ولنا الفخر والشرف إن احنا نكون في حضرة المبدع مفيد فوزي. دي حلقتنا التانية واللي احنا ما زلنا فيها في كواليس حياة مفيد فوزي مع مجموعة كبيرة جدا من الأحداث اللي في الحقيقة يجب أن يؤرخ لها. حقبة زمنية مهمة جدا في حياتنا كلنا وفي تاريخ مصر. قابل فيها نجوم وفنانين وأدباء وكتاب ورؤساء وزعماء وعلماء، مجموعة كبيرة جدا من الصولات والجولات قام بيها المبدع مفيد فوزي بمذاق ونكهة مفيد فوزي. له بصمة خاصة، له علامة فارقة في مجال الصحافة والإعلام. أهلا بيك أستاذ مفيد. أهلا بيكي. نورنا ومشرفنا. أشكرك. وإحنا مستمتعين إن إحنا ما زلنا. على فكرة عايز أقول لك حاجة. انت لابسه تيير جميل الوانه حلوه، ولكن انا هسميه الفوضى التي تخلق نظاما. دي الفوضى الخلاقه. نعم، فوضى الخلاقه. انت لابسه الفوضى الخلاقه. الفوضى الخلاقه. شكرا ليك. تفضلي. استاذ مفيد، في حلقتنا الاولى احنا تعمدنا ان احنا ناخد ولو يعني بعض عبير وعبق مشوارك الصحفي. خلينا نقول انه المشوار الصحفي كان هو صاحب الفضل في الوثبة الاولى للتلفزيون. تمام. كيف اتت الفرصة؟ انا فاكر كان برنامج لفريال صالح، وفاكر كويس قوي إن المخرج كان جميل المغازي، أستاذ جميل المغازي اللي فضل كبير عليا. وفاكر كويس قوي إنه كان في شخصيات موجودة فنية في الجلسة، وسألتني في ريال صالح، قالت لي لو أردت إنك تلخص الأشخاص الموجودين تقول إيه؟ حضرتك كنت ضيف. نعم، ضيف عادي. فأنا قلت أول شخصية الغرور المشروع. مش عايز تذكر أسامي؟ حسين كمال. حسين كمال. تاني شخصية أباجورة مطفية. مين؟ زيزي البدراوي. كلام نعم. لازع جدا. نعم، أنا عارف إنه لازع. ما كنتش خايف من زعلهم؟ كنت جريء ومتعدي خط الجرأة، لكن قبلوا لأنه زيزي البدراوي عاتبتني وقالت لي أنا أباجورة ومطفية كمان. فقلت لها يكفي إنك أباجورة، واقتنعت. أما حسين كمال فقلت له غرورك مشروع ويظل مشروعا لأنك مخرج كبير. وقلت إيه على حسين فهمي؟ وقلت لحسين فهمي إنه هو قهوة باردة. فنجان قهوة بارد. فنجان قهوة بارد. تقبل منك ده؟ تقبل. تقبل حتى لو كان غضبان. إنما جميل المغازي طقت في دماغه فكرة جرأتي وحضوري وانا في برنامج ضيف. يعني انا كنت ممكن اقول ايه؟ الشمس المضيئة حسين فهمي، ايقونة الفن، ايقونة الفن زيزي البدراوي، المخرج الفنان. كان ممكن ابقى تقليدي. ما عملتش كده. ما عملتش كده.
اخترت ما أراه وما أعتقده. عشان كده أنا أراه ما بتغيرش. أنا القائل دائما كل الولاء للرئيس السيسي، كل الوفاء للرئيس مبارك. فعلا مواقفك ما بتتغيرش. نعم أبدا. ومن هنا جميل المغازي داعب فكره الفكرة إنك استطاع تكون أننا نبتدي نعمل برامج سوا، وعملنا برامج. بس بداية العرض على حضرتك، نعم، إنك تكون أمام الكاميرا سيدة سامية صادق الله يرحمها صاحبة العظيمة. نعم صحيح، لأنها قالت أفضل من يظهر على الكاميرا هو من يعرف الموضوع، يعني المعد الذي يعرف التفاصيل هو أذكى من يتقدم نحو الكاميرا. أول مرة أنا قعدت قدام كاميرا ما كنتش أبدا في وشها، وناس كتير قوي استغربوا إن ليه أنا على طول بدي الظهر بتطلع بظهرك على طول ليه. فكنت أقول دائما إيه أقول دي، كنت أقول أنا أقولها ليه كنت أقول بالعربي كده، كنت أقول دايما أنه المهم هو الضيف. بس حضرتك صاحب الفكرة ولا في البداية لا لا لا. كانوا بيقولوا لك وقف كده عشان لا لا لا. أنت مش وجه تلفزيوني أبدا. أنا كنت الذي أعطي ظهري للكاميرا، وأنا فاكرها كويس جدا أن أول مرة فيما بعد بكلم مع حسين كمال فهو اللي حركني جسمانيا، لفك لك وقال لي عايز الناس تشوفك بقى، لفني والناس شفتني فعلا. لكن ظللت أقدم فترة طويلة وأعطي ظهري للكاميرا وأدرك أن الضيف هو صاحب الكلام الذي يود الناس أن يعرفوه. فلما الناس أدركت أنه الذي يتكلم أمام الكاميرا ده وبيدي الناس ظهره يطلق الطلقات، أرادوا أن يعرفوا من هو هذا، وده كان محفز للناس وشكل من أشكال البروباجندا في الحقيقة. ربما أنا استثمرت هذه العملية عشان خاطر الناس تعرف أنه ليه طعم عملك بالبرامج التلفزيونية. نعم. كمعد في نعم. البداية بدأت مع أعتقد لبنى عبد العزيز؟ لا، بدأت مع سميرة الكيلاني. في نص ساعة من وقتك والإخراج لسعيد عيادة. وبعدين عملت برنامج مع أماني ناشد، وبعدين عملت حاجة مع حمدي أنديل، وبعدين عملت تحت الشمس مع سلوى حجازي، أنا والعزيز رؤوف توفيق زميلي في الكفاح التلفزيوني، ودي كانت من أهم البرامج في وقتها موجودة. وبعدين عملت مع العبقرية ليلى رستم نجمك المفضل الذي استغرق كان مكسر الدنيا 190 حلقة. ال 190 حلقة حضرتك كنت شغال فيه في التلفزيون؟ نعم. ليه كانت الناس بتقول ان نجمك المفضل ليه طعم مختلف عن باقي البرامج وفي دم جديد في شخصية ليلى رستم؟ طبعا. وانا لمعلوماتك العرض علي اشتغل في التلفزيون هو الكبير صلاح زكي نجم الاخبار الشهير، كان رئيس القناة الاولى، ورحنا نزور الناس في التلفزيون. رحت أزور قابلت سلوى حجازي، قلت له هي أصلح ما تكون للحوار مع الشعراء. فقال لي طيب بكرة هنقابل ليلى عبد الحميد رستم. ورحت قابلت ليلى عبد الحميد رستم، فقالت لي أستاذ مفيد إيه سبب شغفك للعمل في التلفزيون كمعد؟ انت عارف ان العمل في التلفزيون ده شاق؟ قلت لها انا اعلم. قالت لي عارف ان الحصول على المعلومات عملية تستهلك
وقتا صحيح ومالا. قلت لها عارف. قلت لي عارف هتاخد كام في الشهاله؟ قلت لها عارف 14 جنيه و60 قرش. يا نهار ابيض. نعم. وكنت موافق؟ نعم كنت موافق. في لحظه من اللحظات عملت برنامج اسمه كان سناء منصور وافق امتنع. وسالت وانا كنت المعد، وسناء منصور برقتها الشديده كانت المذيعه، سالت الاستاذ انيس منصور قالت له هل تملك ان تسمع ام كلثوم في الصاله في الازبكيه ولا تدخن؟ لا يوسف ادريس اقصد. يوسف ادريس. فيوسف ادريس قال لها وانا انكد على نفسي ليه؟ ما انا اسمعها في البيت وادخن زي ما انا عايز. وادخن زي ما انا عايز. نعم. حصل. وكرهت السيده ام كلثوم هذا التوجه. واشياء اخرى مثلا سالت صلاح جاهين هل ترى اغنيه انت عمري كيف تقراها؟ لا انا شايف ان انت عمري هي الابنه المراهقه لاي غنو غنيتها ام كلثوم قبل كده. بس هل حضرتك كنت بتتعمد هذه الاسئله؟ لا كنت بجرؤ على ان انا اتكلم مع مذيعه او مع شخصيه لازم تجاوبني. المذيعه كانت بتقتنع بالكلام ده؟ ما كانش تقول لك ما اقدرش اقول كده؟ لا محدش خايف منهم؟ بدليل ان سناء منصور سالت الاسئله كلها. ليه يا اسماء؟ كل سؤال له جواب. وليه دلاله؟ كل سؤال له جواب، ولا فيش سؤال في الدنيا ملوش جواب. السؤال اللي اثار ضجه سؤال ليلى رستم لاحمد رمزي عن السلسله اللي كانت في صدره ليس اكثر من مجرد عباره ساخره قالتها السيده ليلى يختي عليه. يختي عليه. وقامت ضجه واتقال انه السيد صفوت الشريف رفض المذيعه. غير صحيح. ما حصلش. ما حصلش على الاطلاق. ظلت المذيعه بس قامت الدنيا يعني بسبب هذه الحكايه علشان خاطر عباره يختي عليه. وكان مش مألوف انها تقول هذا الكلام. صحيح. خصوصا شخص ليلى رستم. لكنها طلعت تلقائيه جدا. تماما. غير مقصوده يعني. فانا عايز اقول لك انه طالني غضب السيده ام كلثوم. طالني الغضب. من سؤال يوسف ادريس. نعم. واوقف برنامج عملت منه 4 حلقات. مع لبنى عبد العزيز. في النادي الدولي؟ لا لبنى عبد العزيز. اسمه الغرفه المضيئه. الغرفه المضيئه. نعم. عملت 4 حلقات بس. فاتنشر في الجرايد انه مفيد فوزي عمل برنامجه غرفة المضيئة واستنفذ اغراضه. استنفذ اغراضه. واتقفل بابه. وهم 4 حلقات. وما كملتش. ما كملتش. لكن الغضب اللي طال حضرتك ده كان متوقف فقط عند غلق البرنامج او انتهاء؟ نعم. نعم. لم يستمر بعد ذلك. وتستغربت لما تعرفي الاتي. ان رغم هذا الغضب مفيش رحلة عملتها ست ام كلثوم انا ما سافرتش فيها. كانت تفرق. دي نقره ودي نقره. مشاعرها الخاصه وايمانها بي كمعد. سافرت مع السيده اماني ناشد المغرب. سافرت مع السيده سلوى حجازي باريس. سافرت مع السيده نجوى ابراهيم تونس. عايز اقول انه ست ام كلثوم فنانه حتى النخاع. لما تيجي شويه مشاكل رفيعه تمس فنها تغضب كالاطفال، لكنها في نهايه الامر بتغير على فنها. بتغير على فنها. اميز البرامج اللي حضرتك عملت فيها كمعد اي برنامج اللي بتعتز بيه؟
ليلى رستم. ليلى رستم. نعم. نجمك المفضل. نعم مش عايز أشك. العالم العربي كله كان بيتحدث عن حديث المدينة. نعم طبعا. وهذا البرنامج ليه خصوصية في الحقيقة أنه كان من البرامج اللي ليها شخصية، يعني برنامج كانت الدولة ترى في حديث المدينة كف الدولة. صحيح. ومنبر. نعم ومنبر. وحديث المدينة كان ليه خصوصية كمان عند المواطن البسيط، لأن أستاذ مفيد كان بيرضي فيه كل الأذواق، يعمل فيه حوار مع قادة ورؤساء، وفي نفس الوقت تلاقيه في الشارع مع بياع أو بائع متجول. نعم. وأقعد مع البوابين على الدكة بتاعته. الفكرة جت إزاي لحديث المدينة؟ لما أنا طالت وجودي كرئيس تحرير أكثر من زملائي بقرار من الرئيس، يعني زملائي يمكن في عمر 60 أعفوا من المسؤولية، أنا 60 و61 و62 و63 64، قال لا مش هقدر أجدد لك بقى، أنا عايزك تعمل حاجة في التلفزيون كويسة. حاضر يا فندم. إذن ده كان طلب. نعم. وجاء السيد صفوت الشريف وحضر اللقاء، وبعدين السيد صفوت الشريف قال ممكن الفندم يعمل حاجة محترمة قوي زي اللي في لندن، توك اوف ذا تاون، حديث المدينة. حديث المدينة. ولذلك صاحب الاقتراح في تسمية البرنامج هو السيد صفوت الشريف. جميل ان حضرتك بترجع الفضل لاصحابه. لازم، زي بالظبط، مع انهم ما بقوش موجودين. زي بالظبط هقول لك، الاستاذ اسامه سلامه رئيس تحرير روز اليوسف سابقا هو اللي قال لي استاذ مفيد الكواليس اللي بتحكيها دي تستحق انك تجمعها وتحولها لكتاب. صحيح. وفي الكتاب كتبت أرجع الفضل لصاحب الفضل، تسمية الكتاب كواليس لأسامة سلامة، حين كنت أجلس معه أتحاور في مناقشات تجمعنا سويا أنا والعزيز أسامة وأصدقاء، ونتحدث في أمور كثيرة تبرز من خلالها حكاوى قصيرة لها معنى وربما مغزى. يا ريت كلنا نتعلم من ده، ان احنا نرجع الفضل لاصحابه. ما ننكرش ده بعد اختفاء الاشخاص او عدم قدرتهم على النفي او التأييد، ده امر مهم جدا. وامر اخلاقي كمان مهم جدا. امر اخلاقي دي نقطة مهمة جدا. صحيح. يعني اعتبار اخلاقي، انه لما انا اقول انا اللي طلعني اكتشفني كامل الشناوي، انا اللي اداني الفرصه احسان عبد القدوس، انا اللي علمني ان ابقى انا مش هيكل احمد بهاء الدين، انا اللي خلاني افهم فن الحوار فتحي غانم، انا اللي اداني الفرصه في التلفزيون جميل المغازي، انا اللي اعطاني القيمه سيد صفوت الشريف لما قال مفيد فوزي يعمل برنامج في التلفزيون بموافقة الرئيس. دي الصداقات الجارية بقى. نعم. ان الواحد يعدد محاسن اللي وقفوا جنبه. نعم. خلينا نقول ان حديث المدينة الشارع كان بيفضى. نعم. ساعة ما بيتزح حديث المدينة. ده صحيح. ما تلاقيش حد ماشي في الشارع. صحيح. الناس قاعدة بتتفرج على حديث صحيح. المدينة. التخطيط لحديث المدينة والنهج اللي مشي عليه حديث المدينة ازاي جه؟ مش اكتر ولا اقل من جهدي كصحفي بس. احساسك بالشارع ومواضيع الساعة؟ احساسي بالشارع رقم واحد. احساسي بالشخصيات رقم اتنين، احساسي بالدولة رقم تلاتة. حلو الترتيب ده. نعم. يعني المواطن المصري رقم واحد عندك. رقم واحد المواطن المصري، رقم اتنين المسؤول، رقم ثلاثة الدولة ككيان.
فما اقدرش انا لا استطيع ان انثر بذور السخط في مجتمع صحيح ابدا، انما ناقش. ولذلك انا فاكر قريب كان في مناقشه حضرها الرئيس السيسي، وبعدين قال لي صاحب الامر، قال له انت عارف الموضوع اللي بتتكلم فيه؟ فالراجل ما ردش. قال له لما يبقى عندك فكرة بالموضوع بتاعك وملم بكل معلوماته اتكلم فيه. صحيح. هكذا قررت. ولذلك انا لما تقولي لي ايه الموضوع اللي انت ما حاولتش تدخل فيه، اقول لك الرقمانة انا ما اعرفهاش. فلما تعرفوش ما تدخلش فيه. والله العلي العظيم انا لا اعرف الرقمانة. وما حاولتش تماما. مش تقرأ فيها؟ وما حاولتش ان انا ادخل فيها. وما حاولتش اسال حد. متفهميش ليه؟ مش حاببها. قد اكون مش حاببها، وقد يكون الامر اهم من ذلك. انه ما اعرفه اتحدث فيه. ما كانش في باب مسؤول ما بيتفتحش المفيد فوزي. نعم. لما بيتقال مفيد فوزي رايح للمحافظ الفلاني او للوزير العلاني، الابواب كلها بتتفتح. احتراما طبعا ليك، واحتراما لجماهيرية البرنامج. لو سألت حضرتك سؤال مباشر، هل استفاد المواطن المصري من علاقة مفيد فوزي مع المسؤولين بالإيجاب؟ نعم. ما كانش فيه مشكلة بتقابلني وأنا محاور حديث المدينة من غير ما أعرضها على مسؤول، وغالبا يكون المسؤول كبير، يا محافظ يا وزير، ويقتنع في هذا الأمر. أحيانا كنت أسأل، أيوة مين؟ أنا مفيد فوزي، الموضوع اتحل ولا لا؟ اتحل يا بي، وربنا ياخد بيدك يا بي، نشكرك كشكر. يعني أخب يعني بتتابع كمان، أرايح مكان وعارف إن أنا قابلت هنا في الحتة دي بالذات واحد وكان عنده مشكلة وانا بذلت جهدي فيها وعرضتها للناس وقلت لابد ان يكون لها حل. لما بخبط طلع يقول لي اتحلت المشكلة دي. هل استنفذ حديث المدينة اغراضه؟ حديث المدينة اللي وقفوا الاخوان ازاي؟ في يوم من الأيام كنت أنا بعمل برنامج في حديث المدينة عن شيء شديد الأهمية في حياتنا اسمه الرائدات الريفيات. من هم يا أستاذة أسماء الرائدات الريفيات؟ البنات أو الستات اللي من مجتمع ما لما يخبطوا على بيت، أهلا بيك يا حورية، اهلا بك يا زينب، معروفة عندهم وبتخش بيوتهم وعارفينها، وبالتالي تملك ان تجمع معلومات في قضايا كثيرة جدا في المجتمع، مثلا قضية السكان. قضية السكان ما تقدريش تعرفي ابدا حقيقة الامر الا لو دخلت داخل البيت، حد يخش البيت. قضية الغلاء ما تقدريش تعرفي بالظبط البيت المصري يعاني من الغلاء ازاي الا لما تخش البيت وتسألي السيدة التي تدير حياتنا الاقتصادية امام الدولة وهي ربة البيت. صحيح. طب ايه المشكلة في ده؟ انه اثرا او يعني طبقا لما ذكرتيه انه جماهيرية البرنامج كان مفروضا ان يكف البرنامج عن جماهيريته. وقد للبرنامج. وقد فعلا للبرنامج. ولذلك سالت الاستاذ احمد معوض، البرنامج ماله يا ابني؟ في ايه اللي حصل؟ قال لي يعني بيقولوا. قلت له مين اللي بيقولوا؟ بيقولوا. قلت له مين اللي بيقولوا؟ قال لي هو استاذ مفيد بقى بيقولوا ان نجيب الاستاذ مفيد يجيب معلن. قلت له لا. معلن؟ يعني انا اجيب حد من بتوع الشوكولاتة ولا بتوع معرفش ايه؟
عشان استمر في البرنامج. ده البرنامج ده كان القرار الوحيد اللي اصدره صفوت الشريف الله يرحمه، قال مفيش اعلانات في حديث المدينه لان ده برنامج الدوله، يعني بيطلع فيه رئيس الجمهوريه وبيطلع فيه رئيس الوزراء والوزراء ووزير الدفاع. وبالتالي ظل طويلا لا يتلقى الاعلانات، ولو كان ده بيتلقى الاعلانات كان زماني انا خدت فلوس محترمه اكيد طبعا، لكن للاسف ما كانش بيتلقى الاعلانات وكنت راضي. وقد كان وجاءت التلكيكه لانهاء عمر البرنامج تماما، ومات بالسكتة. خلوني مع حضراتكم بعد الفاصل هنتكلم عن موضوع مهم جدا، تدخل المحاور في حياة الضيف، بعد الفاصل. رجعنا مشاهدينا بعد الفاصل ولسه مستكملين حوارنا مع أستاذنا الكبير الإعلامي والمحاور والصحفي الكبير الأستاذ مفيد فوزي. والحقيقة أن أستاذ مفيد فوزي كان من، مش هقول من الأشخاص، أو هو كان المحاور الوحيد اللي دايما حواراته كانت بتعمل ضجة. حواره مع أي نجم، حواره مع ضيوفه، كان لازم يبقى فيها البصمة والختم بتاع مفيد فوزي. التدخل في الحياة الخاصة للضيف محدش عمله قبل مفيد فوزي، محدش اتكلم فيه بالطريقة دي غير مفيد فوزي، محدش عمله بالأداء ده غير مفيد فوزي. حضرتك ليك حوارات شهيرة عملت ضجة كبيرة قوي في مصر. تعبيرك الدقيق هو ما حدش عمل ده بالأداء غير مفيد فوزي، دي حقيقة، دي عبارة دقيقة جدا، لأن أنا لا أفرض نفسي على أحد، وعمري ما فرضت إنه حد يبقى بيقول أو بيفتح لي بابه وبأبوابه بالكامل بقوة. مثلا أنا لما أجي أقول لأحمد زكي حد يسيب الطفل الجميل ده على صورة هيثم، على هيثم اه، فهو يتاخد فيقول لي يا أستاذ مفيد يعني، وبعدين يسكت يرضخ يرضخ ويقول كان في مشاكل، اللهجة مختلفة. أنا لما أجي على سبيل المثال، ودي قالها لي ملاحظة دقيقة من أبو التلفزيون المصري سعد لبيب الله يرحمه، لابد أن نذكر سعد لبيب في هذه اللحظة باحترام بالغ طبعا، لأنه كان معلما أكثر منه كان مذيع، كان دينامو. نعم، لما أنا أجي أنقر على ظهر فؤاد المهندس، أنت بتقول أنقر لكن نعم. أنت خبطت. أنا خبطت فعلا دي حقيقة. أستاذ فؤاد، أستاذ فؤاد، فانفجر ولم يحدث على الإطلاق ما قاله البعض الحقود ان انا متفق معاه. يعني ما كانش في اي اتفاق، هو الناس قالت ده مشهد تمثيل، خلوا الاستاذ مفيد يمرع داخل الاستوديو كما يشاء، لان ده برنامج عني عن فؤاد المهندس. فانا اكتشفت انه واقف في الكواليس وبيمسك الستاره يفتحها كده يبص منها، يبص منها للناس. هذه عادات شهيرة جدا يلتقي فيها عبد الوهاب وأم كلثوم.
القلق الفني. أم كلثوم تقرأ وجوه الحاضرين. عبد الوهاب يشم الحاضرين. فؤاد المهندس يتمنى أن الحاضرين ما يبقوش يوم سبتاوي، يعني يوم السبت. ليه؟ أقل جمهور بيجي المسارح يوم السبت. يوم سبتاوي. فبنسميه يوم سبتاوي. فأنا طبعاً في يوم حد أو اثنين رحت ولقيت إنها لحظة مهمة قوي أن يسأل فؤاد المهندس إيش شعوره وهو رايح يقابل الجمهور. خدي بالك إنه كلمة إيش شعوره وهو رايح يقابل الجمهور سؤال عريض طبعاً، وتدخل في الحياة الخاصة، لأن الجمهور بالنسبة له حياة خاصة. لا وحضرتك كمان أبكيت فؤاد المهندس. نعم. لما سألته عن الوحدة. لا صحيح. وعن إحساسه بالوحدة، وكانت أول مرة في حياتنا نشوفه بيبكي. صحيح. أنا أول مرة يا أستاذ مفيد، أنا عمري يا أستاذ مفيد ما حد اتغدى معايا، أنا بتغدى لوحدي. أنا لوحدي، وده لأن أنا يعني من غير ما أقصد أستاذ فؤاد دست على وجع عنده. أستاذ فؤاد القميص مش مفهوش زرار. ليه ما حدش عمل لك الزرار ده؟ قال لي انت فاكر ان انا بتدلع؟ انا ما حدش دلعني. وبكى فؤاد المهندس في لحظه دي انفجر، لان انا لو كنت كلمته كما قال سعد لبيب وقلت له يا استاذ فؤاد، استاذ فؤاد، كان قال لي استاذ مفيد خليها وقت تاني نتكلم، انا داخل المسرح دلوقتي. انت استفزيته بالنقر على كتفه. بس اجابته عليك بانه قال لك انا مش لاقي دلع، انت فاكر ان انا بتدلع؟ انا ما اتدلعتش. الناس كلها بقت بتقول حد كان متجوز شويكار ملكة الدلع ويقول ان انا مش متدلع. الحياة الخاصة شيء اخر، وده اللي حضرتك كشفته. ده اللي انا كشفته، انه الصورة ليست كما نراها. نعم. وانا لما مديت ايدي في رقبة الاستاذ عبد الوهاب عشان خاطر اقول له ازاي تلبس فانيلا صوف في عز الحر، كان مين يجرؤ في الدنيا انه يمد ايده على عبد الوهاب؟ فدي كانت خطوة جريئة بشكل مش طبيعي. قال لي انا متعود على اللبس ده، عندك مانع؟ قلت له لا ابدا اطلاقا. بس هيك قلت انا اعترفت بخطئي. أنا اني اعترفت عملت بالخطا كده. ليه؟ لانه استاذ سعد لبيب قال لي بتمد ايدك ليه؟ طب ما الناس قاعده شايفه. قلت له استاذ عبد الوهاب حضرتك تفضل ان تلبس صوف في عز الحر؟ يقول لك طقوس معلومات، لمعلوماتك هذه طقوس عبد الوهاب. فلازم انا اسكت. اذا مدت ايدي على الضيف غلط. ما كررتهاش تاني. ما كررتهاش بتاتا طول العمر. التدخل في اسئله الضيف مش حابب انه حد يطرحها او حتى يشير ليها. زي ما قلت الاداء. الاداء بيفرق. الأداء بيفرق جدا. ما كانش معد. لأنه الأداء يا أستاذ أسماء، الأداء هو شخصيتي، هو التون اللي بدخل بيه، هو اللهجة، هو التعطف، وهو العطف. كل الحاجات دي بتخش فيه. لما أقول له لما أنا أقابل سناء جميل وأقول لها يا مدام سناء حضرتك اللي بتنظفي بنفسك، اللي وما كملش محرج. ايوه طبعا. تقول ايوه انا اللي بغسل وبنشر. ما كانش مشهد متفق عليه ابدا انها تفتح لك بالمكنسه بتاتا بتاتا. احنا رايحين قايلين ان احنا جايين في هذا اليوم. فانا فتحت، والا كانت ببساطه شديده جدا خلت المكنسه فيما بعد. صحيح. هي كانت بتنظف عشان انتوا جايين. عشان احنا جايين. احنا سبقنا. بس هي ما تفاجئتش ان الكاميرا دايره من بره الباب؟ لا يعنيها. الوضع كان ابسط من كده زمان. وكمان الوضع كان ابسط. وكمان
قالت انا اللي بكوي لهدوم لويس. صحيح. يعني كان في اللقاء حميمية فلم يعد تدخلا في الحياة الخاصة. هل حضرتك شايف انه ده لو اتعمل دلوقتي يتعمل بنفس الشكل ولا بيتعمل بشكل تاني؟ زمن اتغير، وربما اسف اقول لك لو انا بعمل ده مثلا مع انا لو اعمل ده بجرأة مع صفية العمري تتقبل لأنها فنانة محترمة وراقية من زمن جميل. إنما لو أنا أعمل ده مع سيم من البشر من الجدد ممكن جدا أنها تقول لي طب أنت مالك؟ صحيح، ما بيفرقش معهم المقامات، لأنه ينبغي أن يسبق هذا احترام من هو صحيح. قادم للحوار. لكن هل حضرتك في وقتها كنت بتبقى عارف مين انت ليك دلال عليه ويتقبل ده ومين ما يقبلش؟ لا، يعني ما في ناس ما كنتش شفتهم ابدا قبل كده. ومع ذلك ما غيرتش ده. انا ما كنتش قابلت ابدا احمد زكي خالص. يعني ما كانش تسبقني بمعرفه ولا عمرو دياب. صحيح، يعني كده. وبالتالي كنت بسأل السؤال الذي أعتقد أن الناس تتمنى لو تعرف إجابته. لكن هل في خط أحمر عند مفيد فوزي للتدخل في حياة الضيف؟ من المؤكد، من المؤكد أن هناك خط أحمر في رأسي لا ينبغي تجاوزه، خصوصا لما يمس شيء خاص بالدين أو الجنس أو فتنة. يعني دماغي صاحية لده، للمحاذير دي، وما اقدرش اعبر المحاذير في سبيل نجاح. ما ابخس النجاح اصله فتنة او اثار سخطا، نجاح رخيص او اعطاني كراهية من الناس. صحيح. انما الناس تعاطفت مع فؤاد المهندس، ناس تعاطفت مع هذه الفنانة اللي بتكوي وبتغسل وبتنشف وبتعمل. ده سناء جميل. صحيح. حتى سناء جميل كانت يعني بسيطة إلى درجة إن أنا سألت سؤال والسؤال مش مقبول عند سناء جميل، أو بمعنى أدق بتحاول إنها ما تجاوبش عليه، تهرب منه. نعم. قلت لها يعني عايز أعرف وانا بأسأل شويه لب متعمد. كيف تقرأين سميحة أيوب؟ ولا كأنك تقصد حاجه. تماما. خدي بالك انها سابت الاجابه وقالت لي مفيد. قلت لها نعم يا فندم. قالت لي في طقطوقه. كانت خايفه توقع على الارض. لان انا فعلا وقعتهم على الارض. اه، في تقطوقة تحط فيها القشر. فأنا اتحركت جدا، وكان دي من المرات اللي اتحركت فيها في حياتي. والناس قالوا ان انت تعمدت تستفزها. هما يعني تصوروا ان السؤال استفزاز. ان انا بسأل، لانه انت عارفة هناك قاعدة شهيرة في الفن يقول لك ايه، لما تسألي سميحة أيوب ما تسألهاش عن سناء جميل ولا العكس. صحيح. لما تسألي نادية الجندي عن نبيل عبيد، نبيل عبيد، ولا العكس. لما تسألي فاتن حمامة عن ماجدة ولا العكس. صحيح. وهكذا. دي مش صحيح. لهم علاقاتهم. إنما إلى حد ما في جانب من المنافسة يخلي الأسماء دي واضحة الشكل. خدي بالك إنه أنا جزء أساسي من حياتي كان المفكرين. صحيح. بمعنى أدق إن أنا اللي سألت مصطفى أمين ما الفرق بينك وبين علي أمين في الأعصاب. مال أنا الذي سألت أنيس منصور ما الأسباب التي دعتك أن تتزوج امرأة ولها بنات. دي سهام راشقة. نعم. مش أسئلة. سألت يوسف إدريس كيف رضيت السيدة رجاء
بيك. فقال لي معادلة بسيطة، لازم تفهم انه الرجل والمرأة كلاهما يتنافسان، وإذا كنت فنان أديب أو كاتب أو مذيع أو محاور وتتزوج امرأة، فثق تماما أن نصف حياتك سعادة والنصف الآخر تعاسة. الله. نعم، هكذا قال لي أنيس منصور، يوسف إدريس. نعم. أكتر الحلقات اللي حضرتك عملتها وتعتز بيها جدا؟ حلقتي مع زويل. أحمد زويل كانت هايلة، رأته الفن الأستاذة، وده إقرارا للحق أيضا. أول من شافت أحمد زويل في مصر هي الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، زوجة الكبير والعظيم الراحل جمال القطاني. شافته وجت قالت لي أستاذ مفيد، أنا شفت النهاردة أستاذ في كلية العلوم لكن أنا في رأيي أنه عالم. قلت لها مين هو يا ماجدة؟ استشفت. قالت لي أحمد زويل. قلت لها غريبة. قالت لي إيه رأيك أعمل معاه حوار؟ قلت لها فورا بالتليفون. قلت لها فورا، أنا كان الشغل معايا ما فيهوش تعقيدات، أبجديات التعقيدات. الكلام ده في التليفون. قلت لها أعمليه فورا، وعملته ونشرناه. كان قبل جائزة نوبل، قبل ما له صلة بشيء اسمه نوبل. وبعدين رشح للجائزة، وأتذكر جيدا أنه يوسف إدريس شكى وبكى وأعلن سخطه وقال أنه ما يجيبش أبدا جائزة دي تروح لنجيب محفوظ كأدب. ونشرت حوار مع يوسف إدريس، ونشر الحوار إبراهيم سعدة في أخبار اليوم. أنا وكتب في آخره عن صباح الخير، عن صباح الخير، يعني حب ينشره. لما تيجي عند أحمد زويل، أحمد زويل فوجئت أنه مرشح لجائزة نوبل في العلوم في الكيمياء في الفينت وثانية. صحيح، شيء عظيم. إيه اللي كان يميز هذا الحوار من وجهة نظرك؟ الحوار التلفزيوني، الحوار مع دكتور زويل الله يرحمه، اللي عملته في الأول. أوه. أنه يعمل ضمن مجموعة وليس فرديا، مش أحادي النزعة يعني. والعمل العلمي يحتاج إلى هذا النمط. أسلوب العمل في عمل علمي يحتاج لتكاتف مجموعة كبيرة من الناس. بس في حاجة أهم من كل ده. نعم. محاورة العلماء تستدعي معلومات. نعم. وفكر وثقافة علمية. نعم. ذهبت إلى الدكتور مصطفى كمال حلمي، وكان رئيسا لجهاز الإعلام في مصر، وهو اللي حضر، والرئيس بيقول لي تعمل برنامج للتلفزيون، وصفت شريف قال يبقى حديث المدينة. حضر اللقاء ده دكتور مصطفى كمال حلمي، فتوطدت صلتي به. ذهبت إلى الدكتور مصطفى كمال حلمي، وكان عالما عظيما في مصر، ذهبت أقول له اديني ملامح العالم في مصر، قل لي ايه المفردات اللي تهم الناس يعرفوها عن عالم في مصر، ايه الخصوصيات اللي تبقى اساسيه وانا بقدم هذا العالم في مصر. واعجب احمد زويل جدا بالحوار، بالحوار، وطلب من صفوت الشريف ان انا اسافر واحضر تكريمه في البلد اللي هي بتديله الجائزة، اللي هي بلد ايه، السويد،
وشفته وانا قاعد في الصف الاول. كنت فرحان بيه طبعا، جدا فرحان ان مصري فخور، يعني فخور بمصري نال جائزة. ووقف الملك السويد يقدم الجائزة لزويل، وكانت معنا المخرجة مرحومة نادية كمال. وفي نفس ذات اليوم في الساعة 7 في الأوتيل بتاعه عملنا ركن مثل هذا الركن الذي حضرتك استبطيني فيه، وبدأنا نعمل الحوار معا سين وجيم سين. وده كان تاني حوار، وكان ده كان من الحوارات التي نشرت وأذيعت في التلفزيون المصري لعالم. لعالم، لأنه أنا سبق لي حوار تمنيته طول العمر وكان دايما يبعد عني، بابا شارو. نعم، محمد محمود شعبان الله يرحمه. نعم، هو الذي قال لي يا مفيد أنا أنت كبرت بقى تعمل معايا الحوار على شاشة التلفزيون. أهم حاجة ميزت حوارك مع بابا شارو إيه؟ أو اللي كنت حريص قوي على إظهاره؟ كنت عاوز الناس تحس بالجانب الطفولي في شخص بابا شارو. صحيح، لأن بابا شارو كان بيقدم للأطفال. صحيح، هذا حديثكم يا أطفال بصوته. صحيح، وبالتالي كنت حريص إن الناس تعرف جانب طفولي، جانب شخصي غير معروف. بابا شارو هو راعي الطفولة المصرية. نعم، من البدايات. نعم، هو وأساس يعني قبل كل اللي قدمه في حياتنا برامج الأطفال، بدءا من بابا شارو وانتهاء بنجا وإبراهيم بقلز الذي تقدمه. وما ولم يعد الآن أحد للأسف يخاطب أطفالنا، يهتم بالطفل أبدا، ولا فيش في التلفزيون برامج للأطفال ينشد إليها الأطفال، لأن الأطفال ينشدون للأخ اللي أنا الموبايل كاتم صوته وحطه في جيبي ده، الموبايل. صحيح، هم بيتشدوا له وهو بيشدهم في طبعاً أماكن تانية خالص. طبعا، بمناسبة الأطفال. نعم، حضرتك عملت حوار مع الطفلة هند حسني. نعم، والحوار ده بلغة العصر ترند حتى. نعم، هذه اللحظة. وقد إيه الحوار كان تلقائي جدا، وكنت بتعاملها كواحدة كبيرة وهي مندمجة معاك على أساس إن هي نجمة ومش عايبة الموقف ولا صحيح خايفة منك. صحيح، سبب الحوار كان إيه؟ سألت الأستاذ فؤاد المهندس في البرنامج بتاعه، قلت له من فضلك أنا عاوز أصغر طفلة أجري معها حوار. فهلا حبيبتي. قال لي طفلة؟ قلت له آه. قال لي وهتتعامل معاها إزاي؟ قلت له سيبني أنت. فؤاد المهندس أشفق علي إن أنا هقعد. ما أشفقش عليها هي؟ أبدا. قال لي هي غلبوية. قلت له معلش. فأنا قعدت معاها وأمنتها. فبتقول لي تاخد واحدة؟ فأنا مديت إيدي عشان أخد الواحدة. راحت عاملة راحت حاطة بقى. قال لها يعني لهلوبة. أيوة، فكرتني طبعا على طول بفيروز. بفيروز طبعا، فكرتني باللبلبة، فكرتني بالعظام اللي كانوا أطفال وبقوا فنانين. بس احنا في أمر هام اسمح لي توقف عنه. تفضل. الشخص اللي بيحاور العلماء والرؤساء والقادة والنجوم والأدباء والكتاب، هل يستطيع محاورة الأطفال في نفس الوقت؟ حاولت ونجحت، ما اقدرش اقول اني فشلت، لان حواري مع هذه البنت كان تلقائي جدا. كان تلقائي، وهو بقى ترند. ليه؟ لان انا حطيت نفسي محلها، يعني انا كنت طفل قاعد ما تعاملتش معاها من فوق ابدا، كنت طفل ايضا، كنت الطفل مفيد فوزي المختفي داخلي. خدي بالك ان في طفل داخلي مختفي اكيد لا تعرفين متى يظهر، لكنه وحده يمارس حقه. صحيح. نعم. عجبك الحوار بعد ما شفته مع هند حسني؟ جدا، بس اندهشت قوي لما عملت الحوار، جابوني اتكلم معاها وهي كبيره، لقيتها
اختلفت عما كانت. أكيد. لم تعد اللهلوبة وصارت الفتاة الناضجة الهادئة. صحيح. إنما فيروز الصغيرة كانت لهلوبة وهي صغيرة، وعندما كبرت الشقاوة فضلت فيها. الشقاوة في الاتنين. صحيح. ده يخليني أسأل حضرتك عن، يعني عايزة كلمة توجهها لأي من كان عن الاهتمام بالطفل المصري. لن ينصلح أمورنا إلا إذا كانت فيه مذيعة يتعلق بها الأطفال ترشد. ليه ما قلتش مذيعة؟ لأنه الأطفال هتعلقوا أكتر بالمذيعة، ترشد وتبصر بالترند وغرفات الترند ومصايب الترند، ترشد وتبصر الحاجات الغريبة اللي مفيش رقابة عليها. لما تفتح التلفزيون، لما تفتح الموبايل. أنا شفت قريب ثلاث بنات قاعدين في حالة انبساط قوي شديد، واحدة منهم مفروض أن تتزوج، والاثنين واحدة بتتساءل هل أعددت نفسك لليلة الزفاف؟ قولي لي بالله عليكي كيف يمكن أن يستقبل أطفال فيش رقابة خالص في عمر 87؟ ما تقدريش تعملي رقابة على الأطفال، ولو خدت منهم الموبايل يصرخوا. دي حقيقة. صار الموبايل هو أهم شخصية في حياة الطفل، وده يحتاج رؤية لنا. شوفي، أنا من القضايا اللي ساكنة دماغي ولازم أقولها لك، القضية السكانية تحتاج لحوار مجتمعي يضع نقاطه متخصصون علشان خاطر يجيب هدفه. أكيد. القضية السكانية هي الشيء الوحيد المزعج للسيدة وزيرة التخطيط، لأنه مولود كل 16 ثانية، ده شيء خطير طبعا في حياتنا بعد سنوات. من القضايا الهامة اللي أنا مهتم بيها جدا اللغة العربية. الأزهر اهتم باللغة العربية. لا، دي قضايا مهمة محتاجة ان احنا نفندها في الحلقة الجاية ان شاء الله. بساطة. لانها يعني قضايا مجتمعية مهمة جدا، وقضايا دولة لازم تهتم بيها. نعم. حلقتنا التانية خلصت. نعم. بشكرك جدا على وجودك معنا، ونوعد مشاهدينا بلقائهم في الحلقة الجاية. نورتنا. تحت أمرك. كل الاحترام لك. شكرا لك يا أستاذ مفيد. مشاهدينا تابعونا في الحلقة اللي جاية مع المحاور الأشهر في الوطن العربي الأستاذ مفيد فوزي. مين منافسك؟ أيوة. وانا فاكر انك قلت لي بالحرف الواحد منافس الزمن. صح. سر حماسي لهذه السيرة الذاتية المرئية ان لحم كتافي من تلفزيون بلدي، التلفزيون العربي، احد مكونات الوعي في وجدان أمة، وربما كانت تجربتي ضوءا لمن يعشق هذه المهنة مثلما عشقتها مفيد فوزي.